الفنان هندو المعروف يعني في الساحة الوطنية، الاسم الحقيقي صحراوي الأزهر من ولاية الوادي سوف، ومتربي وعايش في ولاية ورقلة، ابن الجزائر كل طبعا، فنان فكاهي. اليوم زرت مدينة عنابة في هذا الصيف، هذا كان عندي أعمال في أرجاء مدينة ولاية عنابة، والحمد لله قمت ببعض الجولات وكذلك جولات على المستوى الوطني. طبعا اليوم شفت جمهور رائع جدا، متشوق للابتسامة، متشوق للضحك، متشوق لرفه. كذلك قدمت عروض فكاهية، منها غناء ومنها فكاهة، كان تواصل ما بيني وبينهم. نشكر كذلك مديرية الشباب والرياضة وكذلك السيد والي الولاية على تلبية هذه الدعوة، نشكرهم بزاف والمساهمين القريب. كذلك نشكر قناة نيوز اللي قامت بهذا العمل هذا وتغطية كل النشاطات على مستوى المدينة عنابة. أنا فرحان جدا، مستقبلا إن شاء الله في عروض أخرى على مستوى عالي جدا، حتى تبقى بين قوسين، تبقى حتى باش إن شاء الله تظهر في آخر لحظات. أعمال فكاهية، أعمال سكتشات وكذلك غناء وأشياء أخرى. أنا اليوم فرحان جدا بوجودي في هذه المدينة الجميلة، وراء على رأسهم السيد بهاء اللي كان الشرف لي وباش جيت اليوم هنا، وكذلك السيد الوالي ومدير الشباب والرياضة السيد عباسي. شكرا لكم. جالي مري بري أم تودي كام تولي استادري
تبارك عليكم وربي يحفظكم ان شاء الله. بالامس معنا وحيي كل الناس عندنا باب كما نحيي كذلك مدير الشباب خيرا وكل طاقمه الذين بذلوا مجهودات كبيره لاجلكم باش نتربوا اكثر واكثر واكثر. ربي يحفظكم. اذا نشوف تريفي الله يحفظكم. راح نشوف الأغنية الجزائرية والأغنية المشرقية. في المشرق العربي إن شاء الله في المشرق العربي كانت أيام زمان كوكب الشرق شوق وكلثوم كانت الأغنية جميلة. كان الأوركسترا حوالي 40 و50 من ألمع العازفين على المستوى الوطن العربي. كما قلت أم كلثوم صباح فخري محمد عبد الوهاب اسمها فيروز وكثير من عمالقة الأغنية. أيام زمان في المشرق العربي مع الفنانة الكبيرة كوكب الشرق أم كلثوم. ولكن عطونا تصفيقة حارة عليها تاع زمان. أم كلثوم تعطونا تصفيقة حارة تاع بكري تاع زمان. أعزائي الحضور معنا الفنانة الكبيرة كوكب الشرق أم كلثوم. Yeah.
عظمه على عظمه يعبر عن شعور واحد يقطع في قش واحد مش عارف كيفاش. راح نشوف تركا الاغنيه الاصيله لكن راح نشوفوا كليب من الكليبات نتاع شيرين تغني قالت انت بس ايوه حبيبي حبيبي ريفر ريفر الكاميرا مان ابو قصيده الأصالة في الجزائر راح ناخذ عينة من الفنانين الكبار هذا عبد الله الناعي يا ابني تلعب جوز رد عليك والسلام على الولاد اللي قاعدين هدايا واللي قاعدين تدمي حليلي عن روحي ورود عيني ورود عيني والموت فيها جهدي يا غريبة والحاجب دردان حلمك بيبان
فرحولي ستات لا تسفر ذا لحزن مو عندي بيا بيا بيض العرش ونرد هاي ولكن راحت الحصانة وقعدت الخسارة ورايح نشوف شوف وين وقت الأغنية ولكن اللي راح جرح أمامك الطرقة هذا يمثل إلا نفسه فقط ولكن وهي اسوري كده اسم صوتينا هذي ميشان هذي جميلة جدا جدا الأصوات الجميلة والشباب الشباب محافظ على الأغنية جميلة ربي يحفظهم يا شرع أنا كما قلت هذا يمثل شفنا الفنانين يعني الأصالة والكلمة وغرقة راح نشوف الكواليس الفنانين مثلا على خشبة المسرح كيفاش يغني كيفاش نجاش كيفاش خرين اللي بيديرو هلا روحوا نروحوا لسستيف اعطونا خدمة سبيقة حركة مع سستيف هذا واحد فنان انا لاحظته على كل حال كيفاش يغني سستيف على خشبة المسرح Yeah.
الملاهي والمنشط وزرني موجود معكم هنا وربي ان شاء الله يوفقكم، ولكن العرض تاعي ممكن لمده ساعتين ما فيش نخدم وحدي، لكن مزيان فنانين شباب شباب يمشي يقدموا عروض اخرى للفنانين. ربي يحفظكم ان شاء الله ان شاء الله، ونشكركم على الحضور وعلى الحيويه.